الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسنا وكيت طبنات كم إذا كتابك العقيدة الواسطية أو يسكلها الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وحين سوق أرني هل كمصنف كويري، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وقد دخل وحا سوغلي وسوغد غلي أيضا نقض فيما شيء ذكرنا عن سوشيغني هو أسغا ومن الإيمان الرومين أبيه ألا الرومي يكو وبكتبه كتبتي سال الرومي يأي وبملائكته ملائكتي سأي وبرسوله رسوشي سأي intaas oo la rumeeyo oo in soo maray waxa kamid soo hoos galaya al iimaanu rumayn la rumeeyo la aamino bi anna al mu'minina mu'minintu yarawna inay arki doonaan hu alle yawmal qiyamati qiyamada maalinkeeda ciyaanan si muuqatan ay arki doonaan oo bi absarihim indhahoodan ay ku arki doonaan كما سيدا يرون يوار كيان الشمس قرحدة صحوا أيضو ولبا وحويا أن وح عاد سارنين وإفيسة ليس بها أيضا أسنكسونين سحاب وح ضرورة. وكما سيدا يرون يوار كيان القمر ضيحة ليلة البدر هبين أفرية طمادة لا يضامون حال أيسن وحاوية إسكو عريرين في رؤيته ضيحا أركتديسة يرون ويأركي دونان هو ألي والحال هما يغونا في عرصات القيامة قيامه بانكي دا أي تاغيهين، ثم يرون الدين روي أركي دونان هو ألي بعد دخول الجنة جنة قليتان كذا كقدال كما سيدي بين أورك دوران يشاء دون يا الله ألا تعالى سري مصنفكم مسألة إنه هري أصامرني أيوه هل كان كجور رمي يا أم مسألة الرؤيا إلهي إن أرك يا قيام هذا أو المؤمنين تأركيان مسألة سنة إن إجماعته سلف صالح يسمح خلاف كغبين أي نصوغ هذا ني أركت إذا إلهي أركيان مؤمنين تو وينجي صامر يا أهل السنة وحي قبان إلهي ويأركيان إن لهي ساريان وكو أركيان مخلوقا وكسر يا إلهي مركاه قل يانا وحي ليهن ماي إلهي ماشا أصل وأرك ماي وسلفك وخلاف سيهن ومعتزلة يوحي ليهن ماي إلهي مالا أركيو الشاعر ذوك لو وحي ليهن إلهي وال أركيا لكن جهال لغا أرك مايو مذهب كسلف فصالح بان أوصى حم بين صوم رحمة الله عليهم مسلمين طولا اللهم نحرس مصنفك هل كان وحو شيغي مؤمنين تو إن إلهي أركي دونان قيامته ولب عيانا بأبصارهم ستوس إلهي وأركيان يعني إن رهض إنك وأركيان مركز وحو يري كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته قرحضوا مركي إفتين تهي وحعاد يدرورنا إسن كداهنين aragtida ay arkayaan dadku iskuma ciriiriyaan xagga ii banaan qorraxdan arkay ma arkaysi dayuxuna habeenka 14aadka uu yahay waa sidoo kale aragtidiisa dad inta isku buurtay ciriiri uu ka jiro la xagga iga istaagday xaan arkay ma jiri doono sida dayaxa iyo qorraxda aragtidooda idan isugu ciriiriyeynin baad ilaahay horta qiyaamo uu arkaysan muuminiintu aragtida ilaahay ay arkayaan وادي عريري سيء أن أنفيري يحق إيجا استغمتشر تغف والبو مؤمن إلهي وأركيا أركتيدا ضيع حي قرر حدا أن أركينه يا أركتيدا إلهي أن أركين أنا وكر الله بو سبب توحى ويقرر حدا يضيع هو مخلوق مخلوقات كإلهي ويريربي ولبا كتشران عرشك كوين كرسك كوين عرركا كوين
marka waa makhluuq yar yar bay ku jiraan qayb ka mid ah. Markaynu marka ayaga arkayno de waxaynu muuqan dhinacyada dhan baynu ka arkayna, laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaad arkaysid inaad Ilaahay meel walba inta ka aragtid aragti ku koobtid ma dhacayso, waad arkaysaa laakiin ixaado kuma sameyn kartaa Allah subxaanahu wa ta'ala. Ekaysiinta qoraxda iyo dayaxa aragtida la arkayo iyo tan Ilaahay la isu ekaysiinayo waa tashbiihu ru'ya bir-ru'ya. Aragti qoraxdana waad arkaysaa, ciriiri kaa geli maayo Ilaahayna waad arkaysaa, laakiin ma aha in lagu leeyahay Ilaahay baa qoraxa iyo qoraxda iyo dayaxa sidoodoo kale noqonaya, ma aha. Ilaahay sidaa waa ka hufan yahay subxaanahu. Qodobka sheekhu markuu sheego wuxuu sheegay laba meelood labadaba mu'miniintu Ilaahay inay ku arkayaan. Banka qiyaama marka la taagan yahay oo Ilaahay khalaaiqdoo dhan uu isugu keenay gaal iyo muslim bal iskaba dhaafay xataa xayawaanaadkii ay joogaan iyo bahaa'imtii arigii iyo geeli iyo lood iyo fardihii dabeerihii ay joogaan, meesha banka qiyaama Ilaahay way ku arkayaan mu'miniintu. Weliba wuu la hadlayaa, horeyna waxbaan uga soo tilmaanayo markuu u yimaado ayuu oranayaa yaad meesha ku sugaysaa intuu la hadlo, kasilii rabbiga yaa sugaynaa. Sifadii ay ku yaqaaneen sifaad aan ahayn baa laga yaabaa oo isku garanaya inuu ugu yimaado, markaasuu leeyahay rabbigiin baanu kasilay anagu meeshaana joogaynaa ilaa rabbiga iyo nooga yimaado. Halkaa marka Ilaahay way ku arkayaan. Arrinta qiyaama markay dhammaato oo xisaabtii ay dhammaato oo dadkii la kala xukumo oo intii janno aadi lahayd ay aado oo intii naar aadi lahayd ay aado oo ay jannada galaana, jannadaasna Ilaahay way ku arkayaan mu'miniintu. Jannadaasna Ilaahay way ku arkayaan. Wajigiisa kariimka ahee wanaagsan buu tusayaa, raalli ahaanshihiisu wuu huwinayaa, wuxuuna u sheegayaa ku oranaya weligeen caro aan leeyahay dambe arki maysaa. Jannada Ilaahay bay ku jirayaan, ku faraxsanayaan. Marka labada meelood bayna Ilaahay ku arkayaanna wuu sheegay musannifku raxmatullaahi calayh, waqad dakhala, waxaa soo guda galay aydan noqode fii maa shaygii dakarnaa aan soo sheegnay, hu asagoo min aliimaani rumayn ah, billaahi ilaahi la rumeeyo, min aliimaani rumayn bihi alla la rumeeyo, iyowo bikutubihi kutubtiisa, ilaahay wujuudkiisa iyo jiritaankiisaad rumayn, magacyadiisa qiimaha badan baad rumayn, tilmaamihiisa wan wanaagsan baad rumayn, rububiyadiisa koonka isagu uu abuuray oo maamulo oo ku tasarufo leeyahay baad rumayn, inuu yahay axadka mutaystay oo istaahilo oo keliya xaq u leh in la caabudaad rumayn, wabikutubihi ilaahay kutubtiisa la rumeeyo, inuu ilaahay soo dejiyey kutub ilaahay ay yihiin, xaq uu ku qornaa baadilka dadkay uga digayeen, kutubta ilaahay jumlatanna waad u rumaynaysaa ilaahay inuu soo dejiyey. Gaar ahaana wixii nas gooni uu inoo sheegay kitaabkii Tawraad iyo Injiil iyo Zabuur iyo wixii Qur'aankeena iyo sunnadu inoo sheegan oo kutubana si gooni aan u rumaynayna, iyawa bimalaa'ikatihi ilaahi malaa'igtiisa rumaynta la rumeeyo, makhluuq inaga maqan weeye malaa'igtu oo asal ahaan aynaan arag, ilaahi ma caasiyaan warna kuma soo celiyaan, waa mu'miniin kulligood malaa'igtu. Marka makhluuqa inay yihiin waa rumaynaynaa. Waxaan labaad oo rumaynaynaa, malaa'igta qayb ka mid a waa la inoo sheega, Mikaa'iil iyo Jibra'iil iyo waa la inoo sheega, wixii gooni la inoogu sheegay ama camalkay qabtaan la inoo sheegayna si gooni aan usii rumaynaynaa. Iyawa birusulihi ilaahi rusushiisa rumaynta la rumeeyo, de ilaahi rusushiisu addoomme ilaahay u soo dirsaday oo ilaahay uu doortay oo waxyi u waxyooday oo kutub ku soo dejiyey oo fariintii dadka soo gaarsiiyey inay yihiin oo ilaahay agtiisa dad laga doortay ah ayaynu rumaynaynaa. Ciddii si gooniya laynoogu sheegayna waa rumaynaynaa. Waa hagaag intaas rumaynta la rumeeyo waxaa ka mid a waa arkaanul iimaankiiya garo, min aliimaani billaahi wabikutubihi wabimalaa'ikatihi wabirusulihi, ma jidan waa qayb arkaanul iimaanka ka mid a. Intaa rumaynta la rumeeyo waxaa ka mid a aliimaanu rumayn bianna almu'miniina mu'miniintu yarawna inay arkayaan hu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda, markay ilaahay qiyaamada arkayaan mu'miniintu rag iyo dumar ma kala leh, reerana ma kala lahoo, ree hebel baa si fiican u arkaya ma kala leh, iyo ree hebel si fiican u arki maayaan maadaama laga tiro badan yahay waxaas ma i jirto. Waxay ku arkayaan ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisu ilaahay isku tusaya, waxay ku mutaysteenna fadliga ilaahay ka soo koo waa camal ay la yimaadeen, baasaboor iyo midab iyo midna loo kala fiirin maayo, camal inay la yimaadeen wanaagsan oo mu'miniin ahayn magacaasay ku fiirinayaan. Ciyaaran si muuqata ayayna u arkayaan, si muuqata ayay u arkayaan, biabsaarihim waliba indhahay ku arkayaan, kamaa sida yarawna ay u arkayaan ashamsa qoraxda saxwan barqinkii ayada joogto iftiin
ليس بها أيضا أوصنكوس جنين صحاب واحد ضروره واحد ضروره هو كقرصون إيسنشرين يعاد كوريكسن وكما سيدا يرون يوار كيان القمر ضيحة ليلة البدر هبين أفرية طبنادة لا يضامون حال إيسن إسكو عريرين إن أماء لو عريرين اللي بضبا والوران كراي في رؤيته إلهي أركتديس وحريريو كمتشرو يرون ويار كيان هو اللي سبحانه وحمان يعيب كهفناي والحال هما يقون في عرصات القيامة قيام عرصات كذا يكسو غيهين هل كابنك قيامة يقول تاغن أيه وحاويان إلهي أركيان ثم يرون الدادنا ويأركيان هو اللي بعد دخول الجنة جنة قلتان كذا كقضاء الله إلهي بي أركيان سيدي بي أركيان هذا يتماده كما سيدي يشاء ودون الله ألا تعالى سريه سيدي أساق ودونهم بيسوط صيا يقون أركيان خلاص فصل ومن الإيمان الرومين توحى كمدة باليوم مالك إلى الرومية الآخرة الدنبي الإيمان الرومين أيا كمدة بكل ما شيء دمانت إلى الرومية أخبر أكور رمي به شيء قاس النبي النبي صلى الله عليه وسلم ومما كي كمدة يكون أهانيا بعد الموت جيردة كجدال فيؤمنون وحي الرومين أيان مؤمنين تو يا أهل سنه بفتنة القبر قبر فتنة ديسة وبعذاب القبر قبر عذاب كيسة يو النعيمه قبر قبر وقضى دحت الله فأما الفتنة فتنة وفتنة القبر فإن الناس ذاتك يمتحنون ولا تشرب يا ولا امتحان يا في قبورهم حباله ذا دحت الله فيقال وحلو أرنا يا للرجل إنك قبضنا ولمده من أحد كبا ربك ربك يا ربك وما محب دينك دين تادوته ومن أحد كبا نبيك نبيك فيثبت سويا الله ألا الذين كوي آمنوا حق الرمي بالقول أراهدي يهذا الكي الثابت سغنا في الحياة نرشا نحذذك سويا نرشا الدنيا الدويدية وفي الآخرة آخرة قده يدبا فيقول وحو رنيا المؤمن قفك مؤمنك ربي ربي الله ألويا والإسلام إسلام كنا الدين دين تيدوي ومحمد محمد النبي نبي قويا صلى الله عليه وسلم مصنف هل كان وحو قبل أبي أنت درسي أنا عاو كدما نوكو رمي دونا الإيمان باليوم الآخر مالك دنبا إلا رميه حي علمات السويديان مالك قيام آخره يوم الآخرة محلو قم عبا يوم الآخر مالين كدن بي ومالين أن مالين كدن بي سببتو أقفك جندا قاله مالين يهبين منا ماله قفك نارتا قالنا أساقنا وحا ويان مالين يهبين منا ماله اسكو مدنا ماه لبضوط مركب مال ماه لقاه الله يا ومال بيه أدوية يوم الآخرة وحلو قبحي مالين كسيدن بي سايما إجري دونتو تاسي مركب واقضو الحافظ من حجر وحليه رحمة الله عليه رمين تلا الرمية مالن كا آخر أو ضمبة وحاسوق لي كو إن الرمي سيد قبرك إن يسؤال كتشران وسؤال الإسكو الدين يو لبو قبرك إنه كتشرو إن لا إسكو صو صاري دانو وأذن كتشري دانين لقاسو بحين دانو صدح إن يتشري دان تو حساب لولا حساب تامي دانو أفر إنه تري دونه حساب لغلا حساب تامي دونه. شتك السرات جنة هي نارته. الرماها صنوع وحيسلس وجليان الإيمان بيوم الآخر. مالك آخر إن للرميو أي كل إسلس وجليان. هل حبوا كم يدولي إنه أرجنين هدين كمتشرو. كنا يا نار يا قبر لقاس وبحي يا سؤال إسكو ويديي يا حساب تنكا يو الرماها سوى غيب إرقام غن. سيدا أوجد. أرماها كوسابسان قبرك يهوليه يسوع وأرماه وحوي أدلة ذو أيتها لقى قادنا يا خبرك قرآن كي صنع لقى قادنا يا عقلك مدخل كمال أنت بدن تفاسيشيس طيب وحمرك هل كان مصنف قبل أبي رمائن تلا الرمائية يوم الآخر وح كم ذا يوم الآخر إن الرمائية وحيالها بعد الموت إيمانية
حاكم إذا وحيالها بعد الموت إيمانية وحمصنف كل شيء فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه صدح ضبوا الرومانية قبر فتنة ديسة يعذاب القبر محاول حياة فتنة القبر يعذاب القبر نبي يقول لماذا إله وكبل وكم جن جريشين من فتنة القبر وعذاب النار مركم حافرق يود حياة وحافرق يود حياة فتنة القبر وسؤالها قبر الجوي ديني ولا فهمه تسويه سؤالها قبر الجوي ديني نبي قال وكم الله وكم الدين تضوطه وحوية تاسع فتنة القبر عذاب القبر وحوية ووح أيضا كذلناي ودي فتنة القبر قفكي وحوية سؤاله كل عاي قبر الجوي عذابية مرك فرق قاسا وده حيا لوضع عذاب القبر كنا وعقوبتي قفكو أمره سؤاله كل عاي فتنة دنا وسؤاله لو يديني قبره وحوليه هي صدح وحيا لوض وصدح ده نصوص وأشياء طيب كو وحوليه وحلو يقان الضمة ضمة وام حي قف كست أو قبر قاله قبر قاس مركو قال قبر واسكو سو بودية لك سو قبر قا مركي نقفكو قد كا دينو قد كسو لوا دينا عبكا مرحيقو مركا سا او آسنو ايا قبر اسكو سو بودية لك لبادي سيدر بقبر قا ايا اسكو سو بودية اسقالي هورتا تا قبر قوالي وحو لبادو قبر قولي يهي سيدان تلماني فتنة القبر او اه سؤال ان لقوي ديو وحو صدحادو قبر قولي يهي نعيم القبر وعذاب القبر لبادا بوالي وهل حب إسلام قني إن قبري أتكون نعمي ستد يا إن قبري لو عذاب لا بد أن بعد من قن ضمة القبري وقبري إنه يسوس بوداء وحنا بيجي نشجع سحاب الدين طي أو سعد بن معاذ لا يرهده أو ولي قال أي دليل راو عيق كسو قاري أدين طي أو سحاب جاس إلهي أكتي سشرفت أكليه مرك أجريودي عرش إلهي بأسك جريدي سأقول شيء عرشي وسمينا سو شيء تضبع ضل يتضبع عير يكرسي وانت بكسي وين عرشي وكسي وين يهي سعد بن معاذ مركو انت عرشي الهي بقول شيء والله لابو تضبع السماء الباب دبا والله فري نفتي سمركي لقاده لان قفكو وانك شونا مركا نفت لقا قاده نفتي سكر بلا لا ادي سومها تضبع السماء والله فري صدح waxaa ka soo qayb gashay aaskiisa iyo hawshiisa 70 kun oo malaa'igta Ilaahay kamid ka soo qayb gashay intuba waxay ku tusinayaan Ilaahay agtiisa maamuska iyo karaamada uu kaleeyay sida ogeed ba Nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa salaam qabriga qofka la dhixdhigo booditaanka uu isku soo boodayo qabrigu oo qofka feerihiisu is dhaafayaan ahad bani aadam oo kabad baaday hadu jir laha saad ba kabad baadi lahabi asaguna kabad baadi todobaatan kun oo malag baan ka soo qayb gashay maaha waxaan ka hadlayna siyaasiin maaha waxaan ka hadlayna maamulo waa 70 kun oo malag tayib waxa isweydiin mudan maxay isuu soo booday qabrigu isugu soo boodaya culimadu laba raayi way kala yihiin intaan garanayo qoliyo waxa leeyihiin waa uquubo qof bani aadam oo dunida dul saaran oo aan uquubo mutaysan oo aan khald gelin ma u jiro intu dooni hal yakado si kasto u fiican tahay oo wali ilaahay u tahay oo saxaabi u tahay macnaheedu ma aha ina khald ka dhacaynin anbiyaadu baa macsuumiin marka wuxuu isugu soo boodaya qabrigu oo feeruhu isula ka dhaafayaan waa uquba aad mutaysatay oo lagaaga jarayo culimada qayb labaad oo kamidana waxay leeyihiin maya dhulkaana asalka la inaga abuuro inuu ka soo jeedina arlada dusheeda hadana la ina keenayo aan ku abuuranayo ku taranay markii qofka qabriga la geliyo qabrigan lagu dhex geliyay waa dhulka asalka aad ka sameysnayd qofkii arlada dusheeda macaasi ku sameeyay waalid ilmihiisu ka maqnaa oo ilmo xun ilmuhu u yahay oo macaasilo ah oo ilmihi inta isku duubay waxa weeyaan ka xun ilmihiisu wuxuu sameeyay oo kaleeto weeyaano way ka xuntaa khaladkan qofku u sameeyay waa wax iyadii laga abuuray oo fooday gelinaysa haduu ilmo wanaagsan qof wanaagsan aha oo arlada dusheeda daaca Ilaahay ku amiray iyo khayrna waalid ilmihiisu ka maqnaayo ilmo wanaagsan ka maqnaayo ilmihi inta arkay marxabayn iyo gudaha gashadaba noqonaysaayo waxa weeye waa soo dhaweyn iyo xiisid ay u xiistay iyo waxa weeyaan jacayl ay u qabtay weeyaan saasi gudaha u gashanaysa labada tafsiir baa la sheegaa culimada qaar ka midna waxay leeyihiin arimahan waa arimo qayb ah muuminiinta waxa lagu yaqaan way yu'minuna bil qayb waxyaalaha maqan ee qaybka ah ee tafasiishooda inaan ka warqabin inaa guda gelin markii Ilaahay ba ka warqabe inuu qabrigu damada leeyahay isu soo booda un baynu rumaynayna
تفاصيل هو سنة ينال لحقلين وركاسنا وراد وغرح بدن قف كستان النبي صلى الله عليه وسلم قف هدوء قف كبد بعد هيك تضباطهم كونوا ملكية كسوة غيب قشي حتى وكموسم بدو هذا النبي صلى الله عليه وسلم المي صغير كهدين لي حتى وسوس بودا هي حتى وح وسوس بودا يا هذين حريص أيوة قبطة هاي وحكاها الله يسلم الله صغير كورا ما أركب وبسيل الربيبة لكن واحد ماشي كتر إنه موجين طيب سد إحدى مسألة مرك قبر ولا يا فتنة القبر يعذاب القبر ونعيمه يضمه وينو سكوس بودا يا وحي الرومان يا مرك فتنة القبر أرمها بعد الموت كذب بيعي وأرمه غيب دين تيلهنا قصاب صن إن قفك الله غش كيانه وحبضا بيقفك أطريسه أدون كان وانا الله هاي وان شوقنا وكشقي سنينا وكل حد أقمينا وحد أركي سادتك يوم إيمان عيا مهم مركينا سوي دي سيادتك عن إيمان يحقق أسعدا حقيبي آدي يوم وقاتي يعني هبل بعدين تيه بلا يادي ما تي ولا أسي ولا سودوجي ولا غصو نقضي تسكو حقيقة أسعدا آخر ما ليه رهت هل كاسي أسعدا فتنة القبر مركب وسؤاشس عذاب القبر ينعيم هنا سؤاشس كذلنا يسأله قف كي مركب قبر قال جيو سؤاله لو يديه هدو كرعه يا سؤاله لو يديه هدو كجوابه وح كذلنا يا فتنة القبر وعذاب القبر طيب وحو شيخ تلمام فتنة القبر فإن الناس يمتحنون في قبورهم أمضى والو امتحام يا حباله هذا قال يا مسلم والو امتحام يا قف كي قبر قال امتحان بلا كل مية قف كسؤال بلا ودين يا وحلا يا ربي قاواكما دين تادو سواته نبي قاو سواكما الدون كان صدح ذا إري هذا الحفظ السنيد أول جبري عيالك واجه سمن مقصي من ربك الودين وما نبيك وما دينك وما مذهبك وما طريقتك وحصلا النبي قاوا محمد دين تيدو وحويا و ووحوي دين الإسلام كفرقان هاي إلهي هو ربي جاي مذهب كي هو شافعي طريقة ذي هو قادري عقيدة ذي هو أشعري وحساسة وحوي الدكس أرضا قارك هذا جبري كذي مركا أنت أصورني وحوي الموضع هالسؤاله ما ربك وما نبيك وما دينك صدق هذا سؤال ودينية ما ربك ربي جواكما حلقة يا بابا ما أنت ضد بدنا نقفض ضده هاي الله نبي جواكما محمد صلى الله عليه وسلم دين تادواته وإسلام إنه إنه فضوده هيك جواب دهوشه لكن هذان إلهي توفيق كل ما جين يوناج يا خير أدو أدون كصدق ذا إري جواب توضح في السنة مرك قبر جين تلوج يوم بدتك كاس ودريران ملاكتنا كوي ما دان الغيرة ربك وكما ما جرنيس إلهي الدين ككامد بين مغرش يفتح لسقها بار إلهي وكام صحيح وكامد بيني نك نبي قاو وكما ما حسوس نيس دين تادواته ما حسوس نيس سيدا أوجد أري مجرد الله حفظيا وحبك وطري ماية أري قال ربي قال النبي قال جي الدين تادوا معنى حبارسين هنا ترو ما يصير أو معنى أوه قال ستة وحكو تريس لكن حفظي صدق أري على حفظي زي كلية وحكو تري ما يصير وح النبي قال نطل ما مقف كمرك إنه عاصنو دوجنو أو إنه شرفته إنك قادم أو كتجنو إسلام مركب أنت ينان رافين أو أري يدي أنشوجنو أيها السفر يسين يلا ما ملاك باوي ما نسي لبا ملاك oo argagax la aragtidooda kaliya ba laga argagaxayo qaabka indhahoodu yihiin iyo sida ay yihiin markaas ay soo fariisinaya fariisiley ha aynaga kaba heena jaqaf jaqafteen inuu maqlayo inuu sii socono halkaas marka waxa kaga bilaabanaya su'aalah markaas nabiga oran jiray sallallahu alayhi wasallam markuu quburta joogo saxaabada dadka dhintaan salu li akhikum at-tathbit walakin wahad uu yidisan ilaahi ilaahi inuu su'aasha ku sugo fa innahu al-ana yus'al hadda su'aashu ku bilaabanaysa nabiga oran jiray sallallahu alayhi wasallam hadda بس سؤاله بلابيا إيه إلهي ويدية إلهي سؤال شيء إنه كسره صدق هذا سؤاله ده مركل ويدينية دين هذا يا النبي جا يا رب جا هي الويدين قف كي مركل دين تيسو دي دين إسلام يا حيد إسلام لماذا أشجعنا يا أنا كرب يا دعاء يا حيد النبي جا محمد صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا أرو ما يصنع وأطيع وقدم بي رب جيسنا كوكر صنع يا آمن سنة عبادتي سي الربوبية سي الله سبحانه وتعالى آمن سنة وحشيخ الشيخ وانا سيد القرآن قال لك الشيخ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أدونك انتو تشوغين إله بتوحيد كسوغي كوسان لنا أقوي عن قبرك مركو تشوغين إله بسؤاش كسوغي من ربك مرك الإله كتواب يا الله نبقى قوة كما محمد دين تاضواته وإسلامك ولبا أحاديث وحا كسوغي
asagoo qabriga dhex fadhiya marka la fariisiyo baa nabi maxamed la tusayaa sal allahu calayhi wasalam ninkaan maxaad ka taqaanaa ba leeyahay inta la tuso qofka muminka marka wuu sheegayaa wuxuu leeyahay waa nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam gaalkana wuxuu leeyahay ma garanayo qofka qabriga nabi maxamed ku garan waaye marka meel kasii dambaysa inuu ku garto umalinaysa may adduunka markii la joogay xataa hadduu yaqaanay oo adeeradiis abuu lahab iyo ehladiisii iyo abuu jahl iyo ay ka mid yihiin qabriga marka la geeyaay ma xasuusanaya nabi maxamed sal alay wasalam ma garanaysid may ma aqaanbilay ma garanaya ninka anugu ayib marka qofka muminkaa sidaasuu ilaahay ugu sugayaa diinta sida musanifku uu sheegay waana sida qur-aanka ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala sida qur-aanka ilaahay uu ku sheegay sidaa weeye waxay culimmadu isweydiiyaan qofka haddii la yidhi qabrigaa lagu imtixaamayaa saddex waxyaalood keebay imtixaankaas ku dhacaya ma naftiisa oo keliya la imtixaamayaa nafta mise nafti maahane jirkan aan qabriga dhex dhignayo oogadiisa iyo maqaarkiisaha su-aasha la weydiinaya mise maya labadoodiio isku jiraa su-aasha la weydiinaya saddexdaa ra'yiba culimmadu waa kala maray qolya waxay leeyihiin waxa wax la weydiinayaa waa naftii baxday soo garanmaysaan naftii baa la weydiinaya ogow marka lagu leeyahy qabriga wax lagu weydiin waxa laga yaba inaad isiraahdeed waa anoo tahriibaya badda haddaan ku dhinto oo baddu waa iliqdo oo aan qabriba la igelin xaggeebay malaa'ig waxay iga weydiin aniga oo haddaan taraq isku daaro gaas isku bilbilo oo aan noqdo qof waxa weeyaan bita noqday iyo waxa weeyaan bus xaggeebay malaa'ig u arkay qabriba kuma jire meel allaala meeshaa toogtid junida iyo meel allaala meeshaad ku baabaaday mar haddaabaad dhimato naftu kaa baxday meeshaasaa qabri ku ah sidaasaa su-aal lagu weydiinaya adoo badda dhexdeeda ku jira adoo ceel gudihii ku dhacay adoo libaax ku cunay oo caloosha ku geystay meeshaasaa qabrigaaga kuu noqonaysa marka su-aal lagu weydiinaya marka meelo kale isku warwareerin culimmo marka waxay leeyihiin wax wax la weydiinayaa waa ruuxda nafta oo keliya weeye qolyana waxay leeyihin maya waa jasadka jasadka bas baa la weydiinayaa qolyana waxay leeyihiin labadoodiioo la isku soo celiyey leanna qofka markii qabriga lagey nafta waa ku soo noqonaysaa ayaa su-aasha la weydiinayaa waana sida saxda ah taadan baa ugu saxsan naftii iyo jirkiioo isku jiro qofkii u nool yahay nololteennaan ka bedelan ayaa su-aasha la weydiinaya wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilyowmi maalinkii la rumeeyey alaakhiri ee dambe aliimaanu rumayn bikulli maa shay dhammaantii la rumeeyo akhbara uu ka waramay bihi shaygaas annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam oo mimaa kii ka mida yakuunu ahaan doona bacda almowti geerida ka gadaal fayu'minuuna way rumaynayaan bifitnati alqabri qabriga fitnadiisu aan ku sheegnay maxaan ku sheegnay su-aasha qabriga lagu weydiinayo iyo wa bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimihi barwaaqadiisa maxaan ku sheegnay waa wax su-aasha ka dhalanaya oo qofkii su-aashii ku guulaysta naciimulqabri buu gelaya qofkii su-aashii ku guuldaraystana cadaabulqabri buu gelaya fa ama alfitnatu fitnada fa ina annaasa dadku yumtaxanuuna waa la jirabayaa oo la imtixaamayaa fii qubuurihim xabaalahooda dhexdooda in badan buu nabigu ilahay ka magangeli jiray salaad kasta dhexdeeda ilaahu fitnat alqabri iga badbaadi ilaahu cadaabu qabri iga badbaadi ilaahu cadaabu jahannam iga badbaadi fayuqaalu waxaa loo odhanayaa lirajuli ninka man axadkeebaa rabbuka rabbiga ah waryaha ku abuurtoo rabbi kuhoo ku caabudi jirtay wamaa maxay bay diinuka diintaadu tahay diintii haysatay waman axadkeebaa nabiyuka nebigaagu yahay sala allahu calayhi wasalam fayuthabbitu wuu sugayaa allaahu alle alladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey bilqowli oraahdii iyo hadalkii athaabiti ee sugnaa fil xayaati nolosha dhexdeeduu ku sugaya oo intaad nooshahay yaa maanta diintan aad haysatiy towxiidkan kugu sugaa ma reerkiina ma kenya ma afrikaanba ma soomaaliba maya ilaahay baa kugu haya inaad islaamnimada aada haysatid ilaahay unbaa kugu haya subxaana wa tacaala iyo wa fil aakhirati aakhira dhexdeedaba alqowlu thaabitna waa towxiidka kalimatu laa ilaha ila allah wey fayaquulu wuxuu odhanayaa almu'minu muminku rabbii rabbigay weeyaan rabbii rabbigay allaahu alla wey aniga rabbigay allah wey walislaamu islaamkuna diinii diintayda weeyaan haddii qofkii islaamnimada diinta adduunkan markuu joogay sidaa cizo iyo sharaf ugu lahaa oo diin saxa inuu haysta aaminsanaabay hawshan u fuudan laakiin qof diintiisiiba ka qajilaya oo inuu sheegta ka cabsanaya oo aan wax baahiyo ku kallifaysaa jirin oo waxa weeye diintiiba ka dhumanahayo ka siibanahayo diintii lagu soo karaynin hadhow dee diintan waxa weeye adduunkaad ku nacday aakhira se wax kugu taraysa walislaamu islaamkuna diinii diintayda wey ogow waxa laga hadlayo
وهو الإسلام الدين أرانيه أمة محمد كليا ما وقت النبي نحن مؤمنين تيجي وقت مركل ويديه والإسلام الدين بوليه لأن الدين تإسلامك إن الدين عند الله الإسلام إلهي أكتي سوى واحد دينك أو إسلام نمر أنبياء إلهي أن دين تهي سين الدين إسلام بأحد ودتك وش شيء جيد وأن هو محمد محمد النبي النبي جي جوي صلى الله عليه وسلم قفك أمة محمد لو ودي ساس وليه قفك أمة كلاها النبي سوى شيء جنايا هل كان مركل وحنا وجاني مؤمن كي صدق هذا السؤال مركل لو ويديه إلهي سبحانه وتعالى إنه هذا الكقص غيره وأما المرتاب وقفك شكيسنا الدنيا ده مركو تشوي المرتاب واسم فاعل قفك شكيسنا حديث وحي كوسا أرتي كافر قفك قال كا يقفك شكيسنا لبضبة وإلهي كشكيسنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كشكيسنا وقرآن كشكيسنا والدين الإسلام كشكيسنا وصدق كل إنتي فيقول وحي ورنا يا ها ها ورنا ربك وكما ها ها ورنا ها ها ما إنه لا يا ربك وها دين تادو واتوما ها نبي قاقوا كوما ها ما إنه ليا ربي جينا وها دين تيدنا وها نبي جينا وها ماها وورسي أروح كوتش وابا كران مايو ها مركز الصي وضيع أروح ليا لا أدري كران مايو ربي قام تقاند ما يما أقان نبي قام تقاند ما يما أقان دين تادا ما كران يصير ما يما كران أيو سيدا سولي حلقي يا باقف كان إن إنه جنازة كنت كنا دعى كرت إن إنه أدعى نادعى كرت inay no kafanay ba dhici karta inaynu sidii muslimiinta u goor wax weyn u gudgelino oo asna ba dhici karta sababtu waxa weeye aynagu waxa qalbiga ku jira miyaan ogaan karnaa ma ogaan karno ilaahay ba ka warqaba waxa dadka quluubtooda ku jira laakiin asaga waxa dhici karta qofkaas intuu ugu dhex jiray inuu munaafiq ah ba dhici karta oo nabi maxamed iyo diintiisa ka shakisnaa dhigiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisa uu ku ilaashanayay sheegashadan islaanimada uu sheeganayo waa dhici karta tayib wuxuu leeyahay anagu garan maayo intaas aad weydiiseen midna ma garanayo waayahay oo adduunka markay ajoogtay soo adiga ashaadan jiray oo tooxidsan jiray oo dadka la socday wuxuu leeyahay samictu waxaan maqlay annaas dadku yaquluna oranaya shay aan shay faqultu ana waan iska iribi laakiin wax aaminaad ka soo fushay iyo mabda aan aaminsana iyo qanaac ma hayne dameer dhan raacday Soomaad arki jiray dadku la ilaaha illallah muhammad rasuulullah ana waan iska iribi دين تيد هو محا وإسلام وأيربي نبي جاي هو محمد أنا وأسخيربي لكن وح أيه المجرنا يمشي لا حول ولا قوة إلا بالله حيك الصمان يا مرك التحان كبات كل عضي أرض التحان كلا سواق المية أرنايان دونك السوسيس ولو ما يقان التحان كبات كل عضي أرض وح ويان إس صارس أما هدادا وح برنا إنه أرض وشقي سوء حماله لبذا من آخرك ما شقي نيس حي الصمان يان فيضرب ولا جراعية qofkii qabriga dhexdiisa lagu tumaya maxaa lagu garacaya bimirzabatin aya lagu garacaya mirzabba wa dubah baalkan dubaha hooyna wax lagu garaca soomidan arag dubahaas ayay ku garacayaan oo waliba min hadidin bir ah geed kama samaysna wax kale kama samaysna baal aad u weyn oo bir ah oo dubah oo madax kuusan ayay ku garacayaan hal mar markay ku dhuftaan hal mar ayuu wuxuu noqonayaa ciid oo kale oo riiqmaya hal mar ah dubihiina waa duulaya dubaha intay soo qaadanayaan baadana sidii suu soo noqonayaa markaas ay saaku bilaabayaan ila maalinki qiyaamada laga gaaray saasu ku jiraahay 1400 sano ka hor qofkii dhintay ee gaalahay su'aasha inta la weydiiyey garan waayay maalinka dubihi ku bilowday baa wali qabriga dhexdiisa ugu socda dhagax oo waliba halkii maro lagu dhufto oo riiqmaya sida budada iyo waxa weeyaan burka oo kale uu noqonayo eber buu noqonayaa u baabaaya سيداسو كتيري يا مركا طيب فيصيح مركا سو قيلين اياه صيحة قيلو قيلة سو يسمعو اي مغليان ها ايادا ومغليو كل يسمعو ومغليا ها ايادا كل شيء شيء كسا وحكستا او سنكو نيفلا اريقا ايا جيلا ايا اغارتا ايا اللوضا ايا بحالادا ايا شمبراها ايا دوغاقا كل قد قيلة دا وي مغليا قيلة قفكا قبركا قيلين اياه إلا الإنسان وإنسان كموياني إنسان كأمبان مغرين الحديث غرب وحكو سؤال جن يإنسي موياني ومحاد عي ولو سمع إنسان كو هدو مغلي لها ولو سمع هدو مغلي لها ها قيل داس الإنسان وإنسان كو بني آدم كو قفك قبرك كتيره دبه الغطو ما يو قيل دا كبح يسأي سوحن كيس هدو مغلي لها لصعق وصوح لها بحان نبي جينا كسوان صلى الله عليه وسلم بني آدم كو هدي مغلي لهايين
quburaha dadka lagu garaacayo lagu cadaabayo qaylada ka baxaysaay ismaba aysan xabaaleenba qofkii marka la xabaalo waa laga kala carari lahaa sida awgeed marar badan baad waxa arkaysaa dadka xoolaha miyiga ku raacaa yaqaane xoolaha marka la soo dareeriyo quburta iyo ay ku soo meel qabriyaal ay ku soo ekaa mararka qaarkood waxa dareemaysaa xoolaha quburti ka soo diday bahal ma arkaysid wax kaloo ay ka didaan ma arkaysid waxaa suurtagal ah wallahu aclam inay qaylo maqleen aad ugu aadaan maqleen oo ka soo yaaceen waa suurtagal ilaahay baa dareenka ayaga siiyey oo ay maqlayaan adiguna maqli maysi marka sidaas ayaa loo tumaya oo loo garaacaya ilaa qiyaami saacatina sidaasuu ku jiraya uu qaylinaya uu dhawaaqaya laakiin wax wax u taraya maa waxaasi uma bacda haadihi alfitnati fitnadaas ayada ah ka gadaal fitnadu waa maxay su-aashiibu ku dhacay waa la tuma imaa naciimun barwaaqo inuu helo qofkii noocaas ahaa wa imaa cadaabun cadaab inuu helo ilaa an taquuma intay ka kacay ka dhacayso alqiyaamatu qiyaamadii alkubraa ee weyneyd fatucaadu markaasaa la soo celinayaa alarwaaxu nafafyaalka ila alajsaadi jirarka loo soo celinaya wuxuu musanifku leeyahay qofka waa la garaacayaa waa la tumayaa waa la garaacayaa markii garaacitaankaasu u dhammaado laba mid unbuu noqonaya dee qofkii gaal ahaa waa sidaan sheegnayoo weligii hawshaasi ku jirayaa ka bixi maayo hadday qiyaama timaadana wax ka sii daran buu u sii gudbi qofkii mu'minka ahaa ee su-aalihii ku dhacay ee wax ka khaldanaayeen ee la tumay tumitaanka marka la mariyo ka gadaal waxaa dhici karta buu yidhi in waxa weeyaan laga dhaafa tumitaankiiyo ama waxa weeyaan waxa weeyaan tumitaankan looga jaray wixiio sidaas iyada ah naciimo uu qabriga ku haysto ama ay ku filaan weyday oo sidaas loogu daayo loogu wada ilaa qiyaami saacati laga gaarayo labaduba waa suurtagal bif labaduba waa suurtagal marka naciimulqabri iyo cadaabulqabri waa labadaa masalo way jiraan waa xaqiiqo dhabahoo jirta wixii diinteennu inooga sheegtay baana ka garanaynaa waxyaalo waxaa jira lagu mutaysto cadaabulqabriga oo dadku ay ku mutaystaan oo nebigeenu u tilmaamay sallallahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah dadka oo la isku diro waxaa ka mid ah kaadidoo aan la iska asturin oo aan la iska hagaajin ayaa ka mid ah qof waxaad arkaysaa intuu kaajayo dhagax buu kaadida ku aadinayaa markaasu inta ku kuleetiya kaadidu kusoo noqonaysa tiish iyo wuxuu isticmaalo iyo iska dhaqid iyo iska nadaafin iyo iska dhaaf marka cadaab baa lagu galaa tayib wa ama almurtaabu qofka shakisan haddeer intay maanta fursad inoo hortaallo inaan yaqiinteenna kordhinno oo imaankeenna saxano oo ilaahay weydiisano qabriga inuusan ugu cadaabin hawshaasi waa muhim wa ama almurtaab sidaa awgeed baa salafkii qaar ka mid a marka qabriga laga sheekeeyey arrimihiisa iska ooyi jireen war maxaa dhacay qofkii qabriga taga qiyaamadiisi baa dhacday oran jir waa meesha ugu horreyso qiyaamada qofka uga bilaabanayso hadduu qabrigaa ku badbaado inta qabriga ka dambaysa uga sii fudud hadduu qabrigaa ku fashilmana inta qabrigaa uga dambaysa uga sii adag bay oran jireen wa ama almurtaabu qofka shakisan fayaquulu wuxuu oranayaa haah ayuu oranaya laa adrii ma garanayo samictu waxaan maqlay annaasa dadka yaquuluuna xaalay leeyihiin shay-an shay faqultu aniguna waan idhi biyuhu shaygii marka iimaan waxaa laga rabaa inuu qalbiga kaa dego carabkana aad kaga dhawaaqdid xubnahana aad kaga shaqaysiisi fayudrabu markaasaa la garaacayaa bimarzabatin ayaa lagu garaacayaa dube oo min xadiidin bir ah dube bir ayaa lagu garaacayaa malaa'ig baa ku garaacaysa malaa'igta qofka su-aasha weydiinaysa waa laba malag laba malag wey adilada qaar baa tilmaamaya hal malag inuu yahay qaar ka badan bay tilmaamayaan laakiin sida ugu raajixsan waa laba malag laba malag wey munkar iyo nakiir baana la kala yidhahda axaadiidta qaar baa ku soo aroray culimmada qaar ka mid waxa xadiidta ku soo aroortay way sugan tahay waana laba malagoo argagaxooda wata markaa la arka laftirkoodaba laga argagaxayaa indhahooda iyo suuradooda iyo qaabkii u samaysan yihiin fayasiixu markaasuu qaylinayaa sayaxatan qaylo qayladaasoo yasmacu uu maqlayaa haa iyada kullu shayin shay walba ila alinsaanu insaanka mooyaane walow samica insaan hadduu maqli lahaa haa qayladaas al insaanu insaankuna la suuciqa waa la suuxin lahaa ama la saciqa wuu suuxi lahaa uma bacda haadihi alfitnati uma bacda haadihi tan ayadaa gadaasheeda alfitnati ee fitnada ah imaa naciimun naciimo qofkii inuu helo wa imaa cadaabun cadaab inuu helo ilaa an taquuma intay ka dhacayso alqiyaamatu qiyaamadii alkubraa ee weyneyd fatucaadu markaasaa la soo celinayaa alarwaaxu nafafyaalkii ila alajasaadi jirka ayaa loo soo celinayaa halkaa musanifku wuxuu sheegay alqiyaamatu lkubraa qiyaamadii weyneyd marka waxaad dareemaysaa inay jirto
قيامة ير يا قيامة وين قيامة ذا يرتا وحبي كوب لابن إسمار كنفط كاب حذبا قيامة ذا وين أو عرسات كهداي تنسمر ونبنك قيامة لا يستعجيو أهرمها عذاب القبر كقصاب سنة أدلة كقصار أرتي ماشى لقى قادنا يا وأدلة خبر القرآن كي سنة لقى قادنا يا وميل بحد يعقل أنصار كلهن ما دخل يميل لقى قاله وتقوم ويستعجي سوي دع يسوي القيامة قيامة دي التي تاسو أخبر وكور رمي الله ألا بها أيد في كتابه كتاب كيس نحدنا وكور رمي وكتاب القرآن يو على لسان رسوله رسول كعرب صلى الله عليه وسلم أو أجمع أي كم دوبين عليها قيامة ضش هذا إني دعدونته المسلمون مسلمين تو يكم دوبين فيقوم ويستاجيان الناس ضدكم من قبورهم حباله ذا أيك سو استاجيان لرب العالمين إلى رب العالمين الله عالمين ترب جد حق سين أسو استاجيا حفاة حاليهن كوكا وعقد عراتا إقاقون غرلا إبوري قبوه هنشفتي بوري ذا يكطاله وتدنو ويسو دواني سامنهم أيجا حق ذا الشمس قرحده ويلجم وحا حكمين يهم أيجا وقول الله ذا يعمنك سو جاريا العرق لذي فتنصب ولا تاجيا الموازين ميزان ذا أيا لا تاجيا مالكا فتوزن والقوم ميزام يا بها ميزان ذا أعمال العباد أضوم ذا عبادو ينكودي أعماش يسوقبتين فمن روح ثقلة عسلاته موازينه ميزان ذي سحسناتك فولائك كواسهم يجا المفلحون كوا الليباني ومن روح خفت فضداته موازينه ميزان ذي سحسناتكم حمه صوبته فولائك كواسي الذين كويوا يخسروا خساريي أنفسهم نفطوضة في جهنم جهنم لحد إذينا خالدون كوكوا رييهم وتنشروا والصوب بحنية وعلى كلب بحن الدواوين ديوانده ومحيطة ديوانده وهي أيضنا صحائف الأعمال أعماش وراغها إكو قران تهيوي أدومدو أعماش أي سمين أيان وراغه لغو قري أو إسكو لابنا أيا لك لبحنا يا لوك لفردين أيا وهجاك فآخذ فمنهم ذاتك وحا كم ذا آخذ مد غادنا يا كتابه كتاب كيسة بيمينه مد اكتيسة يا وآخذ مد غادنا يا كتابه كتاب كيسة بشماله بد حديسة أو من وراء ظهره أما دبر كيسة قداش كو قادنا يا كما سيدي قال ويرى الله عز غالب هاي وجل ويناي وكل إنسان قف كستا ألزمنا وحن كدجن هو أسغ طائره عمل كيسة في عنقه القنطار دحدان أسرنا ونخرج ونصب بحنين له قفك يوم القيامة قيامة مال كذا كتابا كتاب كتاب كاسو يلقى لكل ما هو أسغ منشورا حلو يهمل لك لبحيي وانس كل أبني مركاسا وحا لو ارنيا اقرا اخري كتابك كتابك كتاب القران ما وحا لغا هاد ليه اخري وا كتابكي اعماشي سو اي كو قريت وا وحا اسغا لغا دياريو ملف يا فايل كفا وحا كفلان كفا و كفلان يحي بنفسك نفتاده اليوم ما انت عليك دشاده حسيبا اس حساب الله اس حسابه كان ما انت كو فلان ويحاسب حسابا يا الله الله الخلائق انك ايو حسابنيا ويخلو إلهي ولجون النقن بعبده أدون كيس المؤمن أي مؤمنك سجوني وجوني وصاريا فيقرره إلهي وحوجليسينيا بذنوبه ذنوب تيس دم بكر مغرته ها كنا ما سميس ها كما سيدي وصف الله تلوط المامي ذلك أرنك في الكتاب كتابك لحد سيء والسنة سنة لحد هذا وأما الكفار قال ذا فلا يحاسبون ما الله حساب أيه محاسبة من روح حساب ديس توزن للميزان يا حسناته وناجيش سيئه وسيئاته حمه فإنه قال كلا حسنات وحسنات لي رهذول له أصدق لهم أيق وما صنان فإنه قال هذا أما فإنه أمر يشان يلا حسنات وحسنات لي رهذول لهم قال هذا وما صنان ولكن تعد ولا ترين أيه أعمالهم أعمال شوذة فتحصى مركزا لكوبيا فيوقفون مركزا لتوچينيا عليها اعماش دوشيدي عمل كوديو كوبانو الهي وكوبي ايا ليهي وكوان عمل كاك ويقررون مركزا يقيرانيا
بها أيضا وح الله لوح بوقا أو قرآن ولا قد ياريو ملا فواقرنا يعني. وفي عرسات القيامة قيامة بنك هذا نحن ذوحا كسران الحوض دركي يا حوض كي نبي صلى الله عليه وسلم المورود الجو أروري أولي النبي نبي أسرنا ذي صلى الله عليه وسلم ما هو حوض كبيه سو أشدك وكدرا ويا بياضا حق عدانته من اللبن عانها حقوده وأحلاك وكمعاوية من العسل ملبك آنيته درك أسقى يحوتك نبيك ويلشي سلقك عبايا ولقدر صنعيه عدد نجوم السماء عرك حدقه ستردو دأيي لإيجيه ويلشاس طوله بلر كيس ديرر كيس شهر بالإن لوسع دوي وعرضه بلر كيسنا شهر بالأيو لإيجيه إن لوسع دوه من روحي يشرب كعبه منه حوض كنبي حقي سشربة هل عبيتان هل مرغفك كبدا لا يضمؤ مؤمي بعدها قداش هذا عبيتان كاسي كبدا سأبدا وليقي والصراط جدك صراطنا منصوب مثل تاغي ويان على متن جهنم جهنم دبر كذا وهو صراط كاسنا الجسر وبوندو الذي كاسو بين الجنة جنة يو النار نار تدحل هذا كسو ناضي يمر ويمريان الناس ضدكو جدك سرادوشيسة على قدر أعمالهم أعمال شوضو انت إلان تهي هبدا قدر كيدين لكو مريان فمنهم وحا كمدا ضدك من دول يمر مريا كلمح البصري سيدا البرقسيو كليتو أيو جدك سراد بكا قد بيا ومنهم وحا كمدا من دول يمر مريا كالبرق سيدا هلاع وكلي ومنهم وحا كمدا من دول يمر مريا كالريح سيدا دبيش وكلي ومنهم ضدك وحا كمدا من دول يمر مريا كالفرس سيدا فرس وكلي الجواد وليبا ديريا ومنهم وحا كمدا من دول يمر مريا كالركاب الإبلي سيدا ضدك قيلة سارن وكليتو ومنهم وحا كمدا من دول يعدو أردي عدوا أردد ومنهم وحا كمدا من دول يمشي سعونا يو جيتك سيراتك سعونا يمشي سعود ومنهم وحا كمدا من دول يزحف سيقا يزحفا سيقتان وبقرقرنا يا أما بريدو كسعنا يا ومنهم وحا كمدا من دول يخضف لضف يا خطفا دفد مركو يسير هذا جيتك سيرات عكت ساربا ما الله وافتشنا يا ويلقى والغرد يا في جهنم نار جهنم فإن الجسر بوندده عليه دوشي سوحا كسر وبوندده جيتك سيرات كلاليبو كوانا يا كسر براها كوانا دو هيلب كلاسورة سمينارك براها سو كلا يا كسوغان او تخطف ضرب دفيس الناس ددك باعمالهم اعماشوده فمن روحي مر مره او كغدبه على الصراط جيت كاسراد دخل الجنه جند ايو غليا فاذا عبروا مركي كغدبان عليه جيت كاسراد دشي سو ددكو اي ضافان وقفوا واستاغيان على قنطره ميل بريج اما بونده اي استاغيان ماشى صوب بين الجنة جنة ضيوه والنار نار تدحذ ذاهاتي فيقتص مركز اللوغة قصاصة لبعضهم غار كود من بعض غار ككالي فإذا قورتي هذبوا لهفه ونقول نذيفيو دنوبتي لغا نذيفيو وذين وحا لو أقلان يا لهم أيغا في دخول الجنة جنة قلتان كيدا وأول من روح كان وهو الرئيو يستفتح فريتان أدل بيه او فر يا باب الجنه جنة الباب كيدنا محمد النبي محمد وي صلى الله عليه وسلم واول من دتك كن و هريو يدخلوا غليا الجنه جندنا من الامم امدها حقودا حالي كاهدين امته امديسه ويان وله نبي وها اسوناده صلى الله عليه وسلم في القيامه قيامه دخدها ثلاث شفاعات صدح شفاعه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
musanifku raxmat ullaahi calayhi alfaadan qiimaha badan oo aan macnaynay wuxuu kaga waramahayaa arrinka qiyaamada weyn oo dambayso ina wada sugaysa qiyaamada iyo axwaasheedana wuxuu sheegay kitaabka qur-aankaah wuu qaadaa dhigay uu ka waramay sunnada nebiguna way faahfaahisay calayhi salaatu wasalaam wa ajmaca calayha almuslimuun muslimiintuna qiyaama inay jirto way ku ijmaaceen oo iskuma khilaafsana qiyaamada bilowgeediibuu ka soo warramay qaybo ka mid oo wuxuu leeyahaa dadkii qubuurta ku jiray ee la aasay ayaa qubuurtoodii ka soo baxaya culummadu waxay ka hadlaan wax loo yaqaano albacu wannushuur bacigu waa isa soo saaridda qabriga layska soo saaro nushuurkuna waa keenidda bankii qiyaamaya xaggaa lagu keenayo ayib marka wuxuu musanifku tilmaamay qubuurahii dadku ka soo istaagayaan markay dadku qubuuraha ka soo kacaan hooyadood markay dhalaysay saddex tilmaamooda ay lahaayeen bay ku soo baxayaan qabrigana kaga soo baxayaan qofku markuu dhalanayay wuxuu dhashay isagoo qaawan qof qamiis iyo diric la soo baxay kuma jiro dadka qof walba isagoo qaawan buu dhashay waxayna culimmadu yidhaahdaan isagoo qaawan oon waxba garanayn inuu dhasho waa nicmo ilaahayba waana nicmo ilaahay aadamaha uu ugu galada sheegtayoo huwa aladii akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-aa waxay yidhaahdeen aqoon la-aan inaad tahay nicmo inay tahay lagugu gala jeegto waa markaas iyadoo aad soo dhalatay sababtu waxa weeye markaad dhalatay adoo qaawan oo buuryaqab ah oo cagacad caqliga maanta aada leedahay haddaad lahaan lahayd xoogna aadan lahayn mara miceshan kartid kasumo ma gashan kartid yaxyaxbaaba ku dili lahaab wiilka xagga geeya buuryadaada banaanka taalla waad qaawan tahay waad rafanaysaa xaarka ma ceshan kartid kaadida ma ceshan kartid maanta saad wax u dareemaysido wax u ogtahayn aad u ogaan lahayd yaxyax iyo qajilaad iyo ceeb baad u dhiman lahaydba laakiin inaad dhalato dadka saxare iyo kaadi ka buxisid iyo dhareer dhalatid naaska laguu dhigo maalin walba laguu dhaqdhaqo waxna aadan ku ogeyn hadhownaa tiraa aniga ree hebel baan aho hebel baa la yidhahdaa garaarta aad ridid oo laafiyootid waa nicmo ilaahay uu kuu galay waxaad soo baxaysaa marka adoo qaawan hal xabo oo maraa ma wadatid waxaad soo baxaysaa adoo buuryada kugu taalo waxay culimmadu is weydiiyaan buuryada maxaa lagu falahaya waa horaaba qofkan laga gooyey maxaa qiyaamadu loogu socoliyo waa qayb jirkaagaho jannada haddaad gashay ayaba raaxay u baahanta haddii aad cadaab gashidna waa la cadaabhaya buuryada iyadana meel cidlaa iska fadhin mayso marka adoo buurya qabaad imaanaysaa waxaa saddexaynaya adoo cagacad kabo dheer baan qabay iyo waxaas iyo xaggaa la iga keenay midna saddexdaa kamaa khalaqnaakum awwala marasu ilaahay ma sheegin sidii hore laydinku abuuray saddexaasaad ku imaanaysa saddexda ayaad ku imaanaysaa waana sidaa musanifku hadaba nebiguna uu sheegay musanifkuna hadda waa inoo sheegayo xufaatan curaatan qurlaa ayagiyoo sidaasoo qaawan dhulka ay imaanayaanna uu yahay dhul siman geed la hoos gala ma leh oo gebi iyo derbi waxa weeyaan qorax laga hoos gala ma leh ayaa watadnu shamsu watadnu minhum shamsu qoraxda usoo dhowaanaysa aad bay qoraxda usoo dhowaanaysa qoraxdii markay soo dhowaato kulaylkuna aada u daran yahay ayaa waxaa ka shumaya dadka dhidid markuu dhididkaasuu shumo dhulkuu tegayaa markuu dhulka tagu haddana buuxsamayaa kor buu ugu soo noqonaya qofka marka waxaa daad ahaan u qaadanaya iyo biyo ahaan u hafinaya dhididkii jirkiisa ka baxay
halkaas uu dadka qaar ku tagaya marka qowlada yuljimo markuu leeyahay waa qowlada afka labadiisa dhaacba wuxuu iimaanaya marka bii dhididki jirkiisa ka baxay qof marka biyaha mar haday halka u marayaan waa qof dad wada soomaa dhididkaaga baa saa ku wada maalinka dadku qaabka u rafaatsan yihiin dad waxa jira dhididka u kaadiya hoos iska harsanayo arshiga Ilaahay hooskiisa harsanay dadka dhowrsoona cafiifinta dadka sakada iyo sadaqadka la baxo qarsada dadka wax weeyay dar Ilaahay cabsi Ilaahay u ilmeeya dadka Ilaahay dartii isu jecel ragga masaajida ku xiran dadka noocaas ah xadiiska sabcatu soo garanmaysa dadka noocaas ah kamida dadka arshiga Ilaahay maalinka harsanayo Ilaahay arinka uu ka ilaalinayo waa hagaag maalinka marka waxyaalaha dhacay uu musannifku wuxuu sheegay sideed qodob buu sheegay sideeda qodob tirsada qodobka koobaad fatun sabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad waxa la sameynaya oo la taagaya miisaanada dadka miisaanadii la saaray ma hal miisaan baa dadku dhane marayaan mise waa miisaan kala duwan oo dadka la saarayo culimadu waa ku kala aragtay duwan yihiin laakiin xadiith badan kooda waxa ku soo arortay arkisa miisaanku kalimataani habiba khafifataani ala fil lisaani habibataani waxa weeyaan habibataani thaqilataani fil miisaan miisaan soo ma jeedid marka asagoo jamacana way soo arortay miisaanka marka la taagaya horta qodobka qabso qodobka labaad oo aan musannifku u sheegay wa tun sharu dawawinu wahiya safa'i sahaifu al'amal tirsada wa qodobka labaad oo miisaanka markaad kortid waxa la keenayaa diiwaanka amalkii aad adigu samaysay oo malaa'igtu ka diyaarisay uu ku qoran yahay la keenaya oo la kala bixinaya tunshar waa qodobka labaad qodobka saddexaad ويحاسب الله الخلائق وحائمانيس إلهي خلقيسي إنو حسابيو تدكي ولا لا حساب طبعا سدح قضب ما هيسان قضب كأفراد وفي عرصات القيامة الحوض ما يشاء قيامة وحا كتشرت حوض كي يدركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي كو كعبها نغدقه قضب كأفراد وحاويه والصراط منصوب على متن جهنم وجدكي صراط جدك صراط ويددك ودد المريان وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية الوشيغي جدك صراط ما شاسع قضبك اللي حادي وحاوي وقيبت أودا بيسؤو يكويا لايو وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار مركي حساب ترماتو دادكي مؤمنين تاهايو كليئة ayaa waxa la leeyahay meel bridge ah ama buunda ah oo jannada iyo dhaarta naarta dhexdooda ku taala halkaas la istaajinaya dadkii halkaas la yahay jooga markaas uu qaarkood qaarka kale ka aargoosanaya la kala qisaasanaya hadaba waxaad ogaataa maanta qofka adduunka aad ku dulmiday oo aan cafis ka dalban oo aan ku cafin oo aan xaqiisu u celin meesha uu kugu sugayo waad u jeedaa ama awood reernimo u sheego ama mid dawladnimo u sheego ama mid lacageed u sheego ama mid madaxtinimo u sheego oo qofkaas asaga ku dulmi nooc dooni ha noqdo halkaas uu kugu sugayaa markaas uu ka qisaasanaya wuxuu ka qisaasanaya waxa laga yaabaa inuu xasanaadkaaga qayb qaar ka mid qaadanayo tayib qodobka toddobaad waxa weeye waa qodobka wa awwalu man yastaftihu babal jannati muhammadun sallallahu alayhi wasallam cidda ugu horeysa oo jannada iridkeeda loo furi doono waa inuu nabi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ummadda ugu horeysana ay ummaddiisa tahay janno geli doonta qodobka sideedaad oo ugu dambeeya waa shafaacada nabi maxamed sallallahu calayhi wasalaam oo qaybo kala duwan aan arki doono darsiganka ku xiga insha allahu tacaala sideedaa qodob ayuu musannifku intaan ku tilmaamo kulligeedna qiyaamada ku saabsan qaybta ugu horeysa oo musannifku ka hadlay oo ah miisaanka inta la taago acmaasha adoomada in la miisaamayo ayay culimadu waxay ku kala aragtay duwan yihiin qiyaamada miisaan waa jira laakiin waxa la miisaamayaa waa maxay afar ra'yi bay kala yihiin waa intaan ka garanayo qoliyo waxay leeyihiin waxa la miisaamayo waa acmaashi aad samaysaa miisaan la saarayo waa sida sheekhu meesha uu ku qoray soo ma jeeda fatuzanu biha a'malul ibad amalki aad samaysay haduu samaa ya haduu xumaaba asagii baa miisaan iyo kafad la saaraya raayigaas waa raayi raayiga labaad baa wuxuu yahay waxa la miisaamayaa amalka ma ahan waa caamilkii amalkaas sameeyo waa adiga adiga iyo aniga iyo dadkii wiish adaa miisaanka lagu saaraya
أسجنا أدلية أحاديث باكو سوار أرطي قلب كسدحات باوحو يهي ما يلا بدا مدنا ماها وحلا ميزامي وأعماشي سو وراغه كو قرناي لأن عمل كي وراغو وكالو سوما أعماشا سو وراغه كو قرناي با ميزان كلا ساريا قلب كأفراد وقدام بيا وحو يهي متك ورونا انتبا واسح أديقا لغو ميزامي عاملك عمل كات سميسين ولا ميزامية ولابو عمل كا وراقه وكو قرنانا ولا ميزامية ميزان كات فوليسا عمل كاغانا ولا صارين وراقه وكو قرنانا ولا صاري إلهي بقابك قولات أغمية مرك سبحانه وتعالى دي واحد سميسو لنبوكي وافق هذي وارل ونطي مسقلبان اسكسو مسقلبك ما يشريتها ماش هداي اسكسو حرتم إلهي بكرو منكرت من ما يشريس تاسي مرك وقضبو سيدا سالة اسم ميزامية قضب كلا بادي وحوي أعماش مركا لميزامو لابا ميدون بين غنيس أما صدح ميزان كي إني كدلتو حسنات كات سميسي إنو بطو حماها جينا إي رادان دان كات أبدا تالغو راعنا يا جندا أما حماها جي أبطو سماها جينا أو يرادو دان كات أبدا تالغو راعنا يا نارتا هدي إسلي أكادان كوهر حسنات كي سيئات كي با إسلي أكادي علمدا قار وخل اسمه ولا كان كرام قار روح لي اصحاب العرفه كو لو دره يايو جنات يا نار تمين قال ما هيار وا دمته با نحريس الى وخ لغه وينهي marka taas waa qodob oo qaab ka sa dadka loo miisaamaya miisaankuna labada mid un buu noqonaya dadki markii miisaanka la mariyo waxa meesha iimaaneysa in de kitabadii waxba ka soo baxay miisaanka marka la fuulo oo wax uslaadaan ama wax fuudaan waxa ka soo baxaya wax waxba ka dhalanayo waxa ka dhalanaya dadka qaar kood in la yiraahdo kitaabkaaga midigta ka qaado kitaabkaaga midigta ka qaado qofkaas waa qof guuleystay macna markaas uu farxayaa haa muqraw kitaabiyah inni dhalantu anni mulaqin hisaabiya fa wa fi 'ishati radiya wa kaasa qofka kale to sheekhu wuxuu yiri waxa dadki kamida wa aakhidun kitaabahu bi shimalihi aw min wara'i dhahrihi ama bidixdu kitaabka ku qaadan ama gadaashiisa labadaba quraanka sheegay isdiid ma yaano كتاب كيس بيدح على جس سينايا، مركب بيدح على جس سينايا أنا، قار كدم بع لوجا كينايا وحق على جس سينايا، لأن قف كهدي هري وحلا جس يهول اللي يراه، ونوع ماموس الصما، مركب بيدح على جس سين، لان كدم بعنا على جس سينايا، علوم هذا قار بروح لما يقعنتي باب الله بنو، جدال بيقول الله بنت بيدح، أيده جدال الله بن، أو سلسل اللي حين كرين، بق جدال لوجا دي بيا كتاب كيس، هل كسر لوجا دي بيا مرك، طيب، إنسان كسر قال يا مسلم كود دنيا هنقطه، عمل كيس القنط وصار مرك. عمل كمان تاعت سميني سيد حماني سمان كودوني هان نغضو وميدك بريل لغونتا كو سارا مركا قيامة لغوي مادو واعتماد إله وحو ليه اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك هاقان أخرس وليب أدا لغو آنين ايه أدو مضي دي أن كود دي راي اي ملايكتا هاي اي وحكا قري سميه كود ظلميه مايا وحان وحاد انكرسانتو هاليه ده وعلا يقول نبي مجران مايا وحاد دوت كاقبتين مجران مايا أخرسو حلقة يا بني نادس ويدسوي ترى كور هادو سفر تبع قوم سفر تبع هادو سنة قوم أما ترى هاد عربي بقى ماشي كتير قف كعربي ما يقانو واتساكو هذا الشيء مالك قف البحبو آخر نهاية كيان ولي فرق ولي ألف بقى الواحد ريقن وآخرين وحان لقد دياري وآخرين أيه حتى مول لو فسرها هيو حتى واحد ويعيد كله وآخرين وشيء ما يسوى السجى اللي يها اقرأ السجى آخرين أيه خلائق ذي إلهي مركو وحسابين أيه حسابته مركو وكل دوانتها لبا يوقي بسواندات كله حسابين أيه قار كم إذا خلائق ذي ومشي تاجن وأن حبضنا كم غنين بالله فجرية هبل هبل أنت أسرج يمجلس كي أبيه لغو يرو وحاسية وحاسة سمايسي ساسية ساسة وسمايسي مشا ساسك وسمايسي وفضحت سما خلق جهرتي سالو عبينا يا مرك قل يها سوى قرأ قف كم مؤمن كاه وحن نبي جنا كسو عن حديث عبد الله بن عمر سجوني إلى هيدتك أنت ورد حصاره وأستر كيسه ويو ayuu wax laydan bigaan ma sameys oo kan ma sameys oo kan ma sameys dunuubtu galo dhan markuu qirto oo isleeyaha aleeyahay maanta waaba ku dhamaatay ba ilaahay wuxuu leeyahay dunida marka joogto intaas oo dambi aad galeysay ana ceebtaada qariyay waxa laga yaabaa inteena caawa meesha fadhido qof aan dambi lahayn inuu ma jiro qof qofka kale wixiisa ka warqabana ma u jiro yaad u malaynaysaa inuu ku ceebaasturay ilaahay baa ku ceebaasturay ilaahay baa ku qariyay inaad ilaahay ku shukriday dunuubta aad leedahay oo ilaahay uu ku asturay ugu shukriday معناه وين بيكون صمينيس حليه إلهي الدنيا ذنا أنا كواس طري ما أنت أنا وكورنا في أورش النداء أما قالك ولا الله ولا الله فجوره هي حسابته ولا الله فجوره هي
sababtu waxa weeye marka gaalka la xisaabinayo xasanaad iyo sayiad asoo intuu la yimid loo miisaamayo ma jiro xumo unbu la yimid wax wanaag lama iimaan wanaagu adduunyada ku sameeyana lagama aqbalin marka asaga hadii la xisaabinayo waa meel uu ku ceeboobayo lagu ceebeynayo lagu fadhiixinayo ma ahane in la isu barbar dhigayo ama la isu barbar dhigayo xumihiisa iyo sayiadkiisa oo leeyahay keeku badan ma aha wax xumo ah mooyaan wanaag lama uusan iimaan arasaadka qiyaama waxaa ka jira xawdka nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam xadiitha ku soo aroortay darka nabigeena iyo xawdkiisana waa mutawaatir oo ku soo aroortay waxaa la sheegay tilmaamo u leeyahay kow waxaa ka mid ah xagga cadaanta caanuhu ka cad yahay xagga macaankana malabka waa ka macaan yahay waa labo weelasha lagaga cabaayey xidigaha waa ka tiro badan yihiin tiro ahaan xidigahii leegyihiin maaha waa ka tiro badan yihiin waa saddex kan afraad xagga dheerarka haddii la yidhaahdo hal bil baa loo soconaya ilaa ciraaq ilaa yeman iyaa waxa weye axaadiista qaar ku soo aroortay intaas wax la eeg buu isu jiraa xagga ballarka haddii la yidhaahdana waa bil waxaan haynaa marka cadaantiisa macaankiisa weelasha lagaga cabo masaafadiisa dheerar iyo ballarkay noqoto qofkii ka caba oo ilaahay nasiib iyo ayaan ugu daro inuu xawdka nabiyullaahi maxamed ka cabee mar un hal mar ah u fiirso man yashra minhu sharbatan wa masiru marra hal mar ah qofkii darkaa nebi maxamed ka bada calayhi salaatu wasalaam weliba waxa cajiib ah darkaa nebiga nebi maxamed halkaasuu kugu sugaya kuu jooga dad marka arooraya ku soo arooray oo isu haysta inay mutaysteen maanta inay meeshaa barakaysan ka cabaan ayaa laga celinaya waa loo diidaya afka lagu dhufanaya nebigu markuu dadkaa fiiriyo wuxuu arkayaa dad uba garanayaba ama waxa weeyaan tilmaamihii ummaddiisa leh markaasuu hadlayaa nebigu ummaddaydii weeye kuwaanu markaasaa la leeyahay ma ogid waxay gadaashaa diinta ku soo dareen kuwaani warkama haysid markaasuu nebigu leeyahay allah idin fogeeya marka qofka nebi maxamed asuo qiyaamo taagan oo xawdkiisu dur taagan uu nebigu habaaro yara allah ku fogeeyo caaqibo intay la eg bad umalaysa inuu leeyahay hadeerba diintaada ilaasho oo diinta nebi maxamed waxaa ku soo darin oo bidcada iska ilaali oo kalma fartii aad qaadayso cibaado ah u meelday markaad guursanaysidba biyahaga waad u meeldaydaayo ilmahaga waad u qoordaydaayo xidigtinimada waa u qoordaydaaye waxo dhan waxaa kaaga muhiimsan aakhiradaada aakhiradaada marka u qoorday dayib ee qofkii ka caba marka hal mar ah dib dambe qofkaasi u oomi maayo qofkii laakiin aan ka cabin ee ka qadaayay waxaad dareemaysaa inuusan hawshiisu ay bariga dhex tahay ilaahay badbaadiyey iyo bariga kale maaqa waxay tahay jidka siraad jahannamo dusheedu yaalla culimmada qaar waxay qabaan inuu yahay jid aada u dhuuban oo ciriiri ah oo tinka lo'da ka dhuuban qaarna waxay qabaan inuu yahay waasic ballaaran waxa keenaya inay ku kala aragto duwanaana waa adilada ku soo aroortay oo ninka qaba inuu dhuuban yahay adilada ku soo aroortay agtiisa ka sugnaatay dhuubnaanshaha oo wadiiqo yar uu yahay ninka qaba inuu ballaaran yahayna adiladaas uma ansixin dadkaan meeshay marayaana waa meel ballaaran buu leeyahay wallahu aclam sala allahu baraka calaa nabiyina maxamedin waalihi wa saxbihi ajmaciin.